السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم بالخير، لمساكم بالخير. أزول فلاون رافع معكم. بونجور بونسوار ميسيو دام، صحة صحوركم كي تشوفوا هذا الفيديو ولا صحة فطوركم. دونك اليوم جيت ندير فيديو، راني نشوف هاد اليامات صافي كلك واحد الاموا مواعيد ميدو موا، الناس تهضر مغاربية زعما هاد المعارضين وزعما كامل بزاف الناس يهضروا، يقول لك باللي الدبلوماسية الجزائرية فاشلة والجزائر راهي معزولة دوليا. سبا معزولين احنا في الدول، مع الدول كامل، والبريكس ما دخلناش، والروس راهم ضدنا. هاني نسمع هاني نسمع هاني نسمع هاني نشوف هكذايا. الوغ اليوم جيت نجاوب لهاد الناس هادو اللي عم يهضروا هكذايا، جيت نجاوب لكم. تهضروا انتم جيو سياسه، جيو بوليتيك واستراتيجي ميليتار وكل ما يلزم، ولا دبلوماسي ولي زافير اترونجار. يهضروا هكذا يجوا هادي عند هذا، واحد يقولها كاع يقولوها، الجزائر معزوله هكذايا، عندنا مشاكل في المالي، عندنا مشاكل في النيجر، عندنا مشاكل في ليبيا، عندنا مشاكل في بوركينا فاسو، عندنا مشاكل مع البلدان العربيه، مع الامارات، مع اسبانيا، مع المروك هكذايا. استدير هما الناس هذوما يقولوا لكم باللي الدوله هذه لازم تطيحوها وتبدلوها. هذه تما دخلت الكلام هذه، علاش تطيح الدوله هذه وتبدلها؟ باسكو فاشلين في الدبلوماسيه العالميه. اوكي طري بيان. الو في كاع لي فيديو هادو خيرت واحد الفيديو تاع واحد الشاب هكذايا عايش في لندن، عندهم قناه الورشان، داروا قناه جديده هادي شفت في اليوتيوب واسمها الورشان. جابوا بزاف لي بوليتيسيان يديروا لهم لي يديروا لهم زعما لي ديبا وكذا، بصح هما زعما يعطوا وجهه نظر تاعهم كذلك باش يخرجوا في الجزائر كيفاش. وهاد الشباب هادو ما كما نقولوا شباب على 40 عام 35 عام بارابور لا بوليتيك شي جون سي با هكذايا، ما نقولوش سي با دي فيو. تقدر تقول زعما مثلا باللي هادو زعما لافونير تاع الجزائر، يعني هادو هما الناس اللي يكونوا دي بونسور تاع لافونير تاع الجزائر. الوغ خيرت لكم واحد الفيديو من واحد منهم يهضر من هاد القناه هادي، يعطينا وجهه نظر تاعو وحنا نعطوه وجهه نظر تاعنا هكذايا. استدير ما نعرفوش اسمه، ما على باليش شكون اسمه كيفاش واسمه، قيل له اسمه محمد كيلك شوز هكذا، ما على باليش انتو كان نسيت اسمه هكذا، بوشوشي ولا بوشوشا ولا عفسه هكذايا، لا غلط كوريجيني خويا هكذايا. نسمعوك ان شاء الله واش تقول ونجاوبوك ان شاء الله، نعطيك وجهه النظر تاعنا. اوكي سالم، أم متجددة أم أن هناك خبايا في هذا الموضوع؟ صراحة رئيس الجمهورية، وزارة الخارجية في تصريحات في تلميحات كانوا أعلنوا بأن العلاقات الجزائرية الإماراتية متشنجة وبأن هناك أزمة وتضارب مصالح، ثم حتى بعض الأحزاب دخلت في هذا الرواق. سمعنا لويزا حنون وقالت بأن زعيمة حزب العمال قالت بأنه الإمارات تقوم بحرب وتشن حرب على الجزائر. كاين سؤال يجب أن نطرحه بشكل واضح، لماذا تغيرت العلاقات الجزائرية الإماراتية، وعلى أي أساس تبني السلطات الجزائرية خياراتها الدبلوماسية وخياراتها في الشراكات؟ اليوم وصلنا إلى وضع أن قائد الأركان يقوم بدور وزير خارجية ويبقى لأكثر من أسبوع في السعودية حتى كما قيل يتحين فرصة لقاء أمير السعودية أو ولي العهد السعودي من أجل طلب الوساطة. يعني وضع كارثي وصلنا إليه. هل تساءلنا لماذا تغيرت العلاقة مع الإمارات؟ قالك شنقريحة راح للسعوديه قعد سمانه يستنى كاش ما يستقبلوا الامير باش يدير لنا وساطه مع الامارات. هاد لافورماسيون هادي يا الاخ، هاد لافورماسيون هادي هل عندك عليها دليل ولا تهضر برك؟ هنا لو كان ما عندكش دليل تما راك تكذب ودير قناه كاع باش تكذب سي غراف. شكون اللي قالك باللي كان يستنى في الاخر؟ هو راح صالون دلارميمون، تقول انت راح يستنى باش يدير لنا وساطه مع الامارات.
لا عندك دليل قدمه، ماذا بينا نورنا، لما عندكش دليل تولي كاذب، وهذه خليها لك نتايا. اوكي زيد نروح نافونسي. والكل يعلم بأن الإمارات في وقت بوتفليقة كانت لها شراكات في الصناعة العسكرية، شراكات تجارية مع الجزائر، كانت الوفود الإماراتية مرحب بها في الجزائر. فما الذي تغير يعني؟ هل فعلا يعني الإمارات تشكل تهديد، أم أن السياسات الجزائرية يعني تحتاج إلى تمحيص؟ لما نتسأل هل المشكلة عندنا هو مع الإمارات فقط أم لا، سنجد بأنه في عهد تبون في الأربع سنوات أصبح لدينا مشكل مع مالي، لدينا مشكل مع أطراف كثيرة في ليبيا، كان لنا مشكل مع السعودية في القمة العربية اللي استضفناها، مشكل مع الحدود الجنوبية، مشكل مع الدول البريكس بعد عدم الانضمام، مشكل مع فرنسا، مشكل مع إسبانيا، مشاكل دبلوماسية كثيرة. يا ترى ما هو السبب؟ يعني هل هذه الدول كلها أعداء للجزائر، أم أن هناك خلل في توجهات الرئيس تبون وتوجهات السياسة الخارجية للجزائر؟ أعتقد أن هذا السؤال يجب أن نفكر فيه جيدا. لكن عنده تحليل من أحد الجوانب، وجهة نظر فيها تحليل للحالة الدبلوماسية للجزائر أو العلاقات الدبلوماسية للجزائر مع عدد من الدول، بالإضافة إلى مشكل أساسي الآن مع الإمارات التي أريد أن أقاسمكم إياها، هي كالتالي: ما هي خيارات الجزائر أصلاً التي فصل فيها الرئيس تبون؟ خياراته الدبلوماسية متذبذبة. هل المشكل في خيارات الجزائر، أم المشكل في أن العالم الكل أصبح عدواً للجزائر؟ في تقديري، بعيداً عن تسريب المعلومات وبعيداً عن التفاصيل التي يريد البعض أن يستعملها كتفسير لطبيعة العلاقة، أعتقد بأنه كاين نقطة مهمة. الجيل الجديد في كثير من الدول، دول الخليج مثلا، القادة في الإمارات أو القادة في السعودية أو القادة في قطر، هم جيل جديد. فرنسا الآن عندها رئيس حكومة 35 أو 34 سنة، في إسبانيا نفس الشيء. العالم من حولنا في قيادات تقود السياسات الداخلية والخارجية بشكل جديد، بنمط جديد، بتفكير جديد. لكن القادة اللي عندنا هم من الجيل القديم. تبون لا أعتقد بأنه يستطيع أن يواكب التحديات اللي موجودة. أحمد عطاف راه صاريل يعني روتورداج ديبلوماتيك، يعني يريد أن يعود إلى الساحة بشكل يعني إلى الآن غير موفق. شنقريحة وجد نفسه يؤدي دور وزير خارجية بالنيابة. يعني الجماعة كبروا، الدول الأخرى عندها من يدافع عن مصالحها بجيل جديد. موتناش الصاروخ بدي موتنا الجوع. احنا بالنسبة لنا في الخيام مش عايشين عيشة بنادمين. لماذا لا تضخ الجزائر دماء جديدة في دواليب الحكم؟ يا ناس، يجب أن نكون يعني أذكياء في هذا الجانب، بأننا ما نقدروش نواكب ما يحدث في العالم بقيادات تجاوزها الزمن. ثم بعض التصريحات التي قام بها تبون في أكثر من مرحلة ورطت الجزائر في أكثر من ملف، لكن ما نعودوش نقولوا لماذا صرح. خلينا نأخذ مقاربة أخرى، ناخذ مثال بسيط. يعني الرئيس أردوغان، رئيس تركي، اللي بالمناسبة أيضا الآن العلاقات الجزائرية التركية بدأت تتأزم، وأيضا مع روسيا. الرئيس أردوغان كان عنده في الجانب الاقتصادي تصريحات نارية في وقت ماضي ما يخص بلاده، ورطت تركيا اقتصاديا. فماذا فعل؟ اختار قرار، والحكومة التركية والقيادة التركية اختارت قرار بأن يسكت الرئيس أردوغان وينسحب من المشهد الاقتصادي وأن لا يظهر، وأوكل مهمة جديدة اقتصادية لشباب، وضع على رأس البنك المركزي خريج من أكبر الجامعات الأمريكية وهي في سن الأربعين.
جدد دماء وزارة الخارجية بهاكان فيدان اللي هو من الجيل الجديد، وبدأت هذه التغييرات تعطي أثر إيجابي على الاقتصاد التركي وعلى العلاقات التركية الإماراتية التركية المصرية. وبالتالي مرات يكون الحل عندنا ونحن لا نراه، الحل بسيط هو أن ينسحب بعض القادة من الواجهة وتوكل المهمة إلى قادة شباب يقودوا دفة جديدة. أما موال أن الكل ضدنا فسيورطنا. الرئيس تبون الآن يسير بمنطق أن العالم كله ضده، يعني وكأنه هو بدعة في هذا العالم. ثم المخيف أكثر هو أن تجده يستنجد بطبقة سياسية، يعني أداءها السياسي هزيل وتزكي كل ما يقوم به تبون. تصريح بوطبيق فتح بوطبيق الرئيس الجديد على نحبسوا هنايا. أنا ما راحش نزكي تبون ولا نزكي أي أحد، أنا نعطيك وجهة نظر تاعي أنا هكذا بدون تزكية لأي إنسان بالجزائر برك هكذا. طرحت سؤال قلت يعني علاش ما يخلو الشباب ويجيبوا نفس جديدة كما داروا فرنسا شباب كما داروا كده. أنا نقول لك علاش نظر عليك أنت بدك أنت ليك تطرح في هاد كيش يقولوا هاد لسوليسيون هادية هاد الحل هذا، يعني تقترح في هاد الحل ناخدو عليك أنت ليك تطرح في هاد الحل وراك تورينا أنت يا أنا كجزائري نسمعك هكذا يا تحل التحليل السياسي هكذا وتهضر على الدبلوماسية وتهضر على الاقتصاد وتهضر على العلاقات الدولية وكذا. تسمى أنت تعرف نو علاش ماشي أنت تولي جون يعطوك أن بوست هكذا في زافاري طرونجير بس راك تحل. نقولك علاش بس كنت ليك تهضر هكذا وتقول حطوا لي جان يخدموا حنا كاع ماذا بينا تولي طبقة كما يقول لك شباب مليح سي بيان بصح كي يولي شباب نتايا تنوروا انت تنوروا وانت تهضر عليه وتقول لازم يديروا شباب لازم يشوفوا انت واش عندك ميزان الميزان تاعك وشنو هو ما هو الميزان تاعك انت كي تقول لي انت تقول نقول لك علاش ماشي نتايا يبقى نقول لك وعلا شوف نفهمك عندك قراءه خاطئه سيرتو طلالين كامل هكذا. تقول انت يا باللي احنا عندنا مشاكل مع ليبيا، احنا ما عندناش مشكل مع ليبيا، ليبيا ما تكزيستيش، لا ليبيا نكزيست بلو، ماهيش دوله قائمه وكذا وعندنا مشاكل معها، لا ليبيا راهي مستباحه من نهار الشعب الليبي جاب الناطو باش قتل الرئيس تاعو، فهمت؟ تقسمت البلاد رام الروس، الامارات، مصر وتركيا وامريكان يحكموا فيهم قاسمين البلاد مع من عندنا مشكل مع ليبيا. شكون الرئيس تاعهم اللي عندنا معه مشكل؟ شكون الطبقه السياسيه الليبيه اللي عندنا معهم مشكل؟ راهم في حرب هما، ما عندنا ما نديرو حنايا. ما تقدرش تكون عندك مشكل مع بلاد اللي ما تكزيستيش، ما كانش ليبيا ديسبارات ليبيا سيفيني ليبيا هما حاكمينها اطراف خارجيه مع اطراف داخليه مقسومه على زوج، هذه هي ليبيا. هما اللي عندهم مشكل ماشي حنايا، حنا ما عندناش مشكل مع ليبيا، هما اللي عندهم مشكل مع روحهم. حنا جربنا باش نقربوهم ما حبوش، ما نضيعش وقتي معاهم انا، نحكم لي فرونتيير ديالي تدخل نشعل فيك النار بالقوه ودبر راسك ما حبيش تسمع سيتو. تقول عندنا مشكل مع المالي والبوركينا فاسو، ما عندناش مشكل مع المالي، حنا عندنا مشكل مع المالي، حنا ما درنا حتى مشكل مع المالي. المالي داروا انقلاب عسكري حاكمينهم دي جانز اوفيسي ايزون بريفيري يخرجوا فرنسا ويجيبوا الروس ويعلقوا الاعلام تاع فاغنر عندهم، ارضهم مستباحه. هما اللي يحبوا تكون ارضهم مستباحه، شو قلنا حنا؟ واش المشكل عندنا معاهم؟ حنا ما عندنا حتى مشكل، دبر راسك ودير واش يحب. تتلاح لي فرونتيير تاعي نتلاح لك سيتو، هذا ما كان. البوركينا فاسو والنيجر كيف كيف، والجزائر هما اللي يحبسوا لاطاك الهجوم تاع السي دي او، هذه نسيتها. الدبلوماسيه تاعنا اللي راحوا ليهم للسي دي او، راحوا للنيجر، راحوا للمالي، بوركينا فاسو، وهدنوا الاوضاع، ما صراتش حرب على الحدود تاعنا. هذا يكون في فائده الجزائر ولا لا؟ درك واش عندهم مشكل داخلي دبوا راسهم، حنا نسيو نعاونوا بالدبلوماسيه اللي نقدروا، ولا هما ما حبوش ماشي معناتها حنا خفقنا، لا هما اللي ما حبوش. أنا ما عنديش مشكل مع المالي، المالي عنده مشكل داخل بلاده،
هو جاب الروس نحى فرنسا وجاب الروس، نحى ولاء وجاب ولاء، هاي حكايه وين راهي. والروس حنايا سينو زالي فوم يكونوا الروس تما ولا تكون الامريكان ولا فرنسا، يا با دو بروبليم حنايا دبواسكم بلادهم يديروا واش يحبوا، ما تلحش ليا برك. عندنا مشكل مع هذاك الصهيوني المروكي، هذاك جاب الصهيون وكذا، هذاك حنا درنا المشكل، هو جاب الصهيون وحنا جبناهم، واش نديروا له؟ إيه نقطعوا مع العلاقات ويربح سيدو. هذا ما كان، شكون هاد الدول هادو اللي عندنا معهم المشاكل؟ كل الدول راهم في حروب كلهم. شوف روسيا، فرنسا، المانيا، اوروبا بكماليها، انجلترا، واسمهم السودان، سوريا، العراق، واسمه فلسطين مساكن هكذا، اليمن، الامريكان راهم في حرب، نهضروا على لي بويسونس كامل راهم يديروا في الحروب، الروس طاشين، الا احنا حنا نوصل للسلبي اللي فيه الامان للشعب ديالي. انا الدبلوماسيه تاعي تضمن الامان للشعب ديالي، ما تضمنش الامان للشعوب واحد اخرى اللي هما يتعاملوا مع الناطو. نون عزيز، انا الامان الدبلوماسيه تاعي تخدم باش يكون الامان في بلادي. حنا بلد امن خويا، بلا ما بعنا روحنا. تقول المروك ولك مبيوعين، تقول الامارات السعوديه قطر مبيوعين، كاع هادوك كاع يطبعوا مع اسرائيل. وهذا العالم اللي تهضر عليه انت اللي جابوا شباب باش يستكلفوا بالسياسه الخارجيه تاعهم، روح شوف الشعوب تاعهم واش راهم دايرين فيهم. وهاد الناس اللي تكون انت في فرنسا وعندهم شباب، علاش جو بايدن شباب؟ شحال في عمره جو بايدن؟ انكروايا. الالمان كيفاش راهي؟ روح شوف الالمان مع الاوكران والروس، كسروا لهم هذاك النور ستريم تاع الغاز، ما داروا والو. مستعمرين اوروبا، هما يقولوا احنا مستعمرين. دانيير مو بوتين مناصا ماكرون، قالوا نضربك نعوجك. شوف وين لحق الشعب ديالو، الدبلوماسيه تاعهم. واش من دبلوماسيه كاين في العالم الا الدبلوماسيه الجزائريه اللي قويه دوكا اكتويلمون، باسكو الا الدبلوماسيه تاعنا اللي خلات بلادنا ما تكونش في حروب، والجيش تاعنا ماهوش خارج الحدود، وداخل الجزائر لو كان ما عندناش الامن صحيح، ولو كان ما عندناش المخابرات صحيحه، لو كان شبعنا ارهاب. شوف الامان، الشعب عايش في امان. تقول لي مشاكل اقتصاديه، بارتو كاين، بارتو كاين مشاكل اقتصاديه. الحلو وقت انا فيه لو موند راهو في غيره. وهذا العالم انت اللي كتمدنا به المثال وتقولنا بلي شوف جابوا الشباب وكذا، هذا العالم راهو يقتل فيه خوتك الفلسطينيين امام العالم كامل على الملا، او يقتل فيهم ليل نهار رمضان نهضروا، وانت تشكرهم وتصفق عليهم. كيفاش هما رايحين في حرب وتقول لي عندهم دبلوماسيه وحنا ما عندناش دبلوماسيه؟ وراهي الدبلوماسيه تاعهم باش ما يديروش الحروب. علاش تخلي الروس في حرب مع الاوكران؟ باسكو ما نجحش الدبلوماسيه تاعهم، ما نجحش، ما قدرش يقنعهم باش ما يديروش الناطو تما. وهما الناطو والاوروب والامريكان والانجليز، او علاش ما نجحوش ضد الروس بالدبلوماسيه ولا عسكريا؟ راهم داو بلدانهم في خراب، راهم دي مليار دي مليار دي مليار دو دولار راهم يصرفوا فيهم على جلس اسرائيل. شحال من حروب داروا، كي كنتوا الحرب ما تكونش دبلوماسيه مليحه. لو كان جات عندك دبلوماسيه مليحه ما تدخلش في حرب. حنا بور لانستون ماناش داخلين في حرب، والحمد لله رب العالمين، وشعبنا راهو في امان، ما كاش الموتى والقتل وكذا ما كاش. اذا كي تشوف هكذا تشوف بلي الحكومه تاعنا عندها حكمه. ما تقدرش تقول لي لا لا ولا حبيت تدخل في الحروب، ولا شكون هاد الدول هادو اللي مش متفاهمين معاهم؟ هاد الدول اللي ماشي متفاهمين معنا واش راهم كاع في حروب؟ الامارات شحال دارت من حرب مع اليمن؟ 10 سنين في حرب مع اليمن، والسعوديه وفانت كنت خرجوا يديهم فوق راسهم. راهم في ليبيا مع الروس ومع مصر، مصر واش راهو داير؟ مصر راهو الجيش تاعو راهو في ليبيا، وهو راهو حصل كيفاش يدير مع غزه. قدام عينو يقتلوا في الشعب الفلسطيني ما قدر يدير والو، علاش حاكمينو؟ كاش كيفاش يزغد؟ اسرائيل يا راهي هذا الكيان الصهيوني هذا اللي قال لك اكبر في العالم تاع العسكر وما نعرف واش، راهو في حرب، راهو في حرب. داروس ما قدرش يغلب، ما قدرش يحطم بلده صغيره تاع غزه، ما قدرش يركحهم بالقوه. وراهي الدبلوماسيه، احنا الدبلوماسيه تاعنا حكيمه بزاف. احنا الامن تاع بلادنا هو اللي يهمنا،
امن بلادنا، احنا رانا البلد الامن كاع في العالم، العالم هذا المضطرب هذايا. اش بيك؟ الجزائر عندها قوه في افريقيا، خرجنا اسرائيل حوزناهم من افريقيا، احنا تعرف بلي عندنا بوا. انا مع الامريكان داروا علينا الفيتو، عريناهم قدام كاع العالم. انا مع لا 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 كور انترناسيونال دو جوستيس كونتر سايون والامريكان والاوروب، انا تيبينا بينال انترناسيونال افيك 500 افوكا. بيان سير يكونوا كونتر علينا، كيفاش ما يكونوش كونتر علينا؟ غير حنا اللي معنا لاباس، ما يحملوهاش هما. عاديني على روحك، نمشي معاك ولا تعاديني؟ مصر مطبعه، الامارات مطبعه، السعوديه مطبعه، قطر مطبعين، البحرين مطبعين، مصر مطبعين، السودان مطبعين، كاع مطبعين. واش بيك؟ تركيا تعطينا انت ليكزومبل تاع اردوغان، اردوغان السياسه تاعهم دبدبه، راهو عنده 15 سنه هو في الحرب، دخل في سوريا، دخل في العراق، خلطها كامل، راهو في الناتو. مازالوا عنده علاقات مع الكيان الصهيوني هذاك، يبزنس معاه، وتعطينا اكزومبل به. قلنا اردوغان، وتقول لي انت علاش ما يدخلوش الشباب؟ شباب كيما انت بهذه الرؤيه هذه، ما عندكش رؤيه انت. تسمى بلادك ما عجبكش الحكي، راه في امان. البلدان هذو كاع راهم في حروب، ليثيوبيا، السودان، الصومال، اليمن، الخليج، كامل راهي مرونه عندهم. علاش ما قدروش دبلوماتيكمون يسقموا الحاله؟ هذو عندهم دبلوماسيه مليحه. هل هادو عند هل فرنسا عندها دبلوماسيه مليحه؟ واش راهو صغري في الروس قفل الشعب تاعو بالشر، ناضوا ليه كامل. واش بك حبي يديهم في حرب؟ حبي يديهم في حرب هادي دو بوتين، قالوا نضربك بالنيوكليير. ام هكذا لي فرنسي، روح شوف واش راهو صاري. دونك داك اليوم تجي تقول لنا علاش ما تدخلوش الشباب كيما انت شباب؟ الا كان شباب كيما انت سي با لا بين. حنا الجزائر اللي يهمنا هو امن بلادنا، وباش تحكم ارض نتايا 2 مليون 880 كيلومتر كاري، شحال من فرونتيير عندك؟ لي فرونتيير تاعك كاع مشعولين، ما يدخلك والو. عارف باللي انت قوي، باسكو القوه وشنو هي القوه؟ يقول قوه اقليميه. واش معناتها؟ كي تصدم على البلدان؟ لا لا، حنا ما نصدموش على البلدان خويا. قوه اقليميه كي تدافع على روحها بلا ما تبيع روحها، فهمت؟ حنا الروس بزنسوا معهم سلاح، بصح انا ما ندخلكش عندي، ما تقيدينيش نتايا. وي عندنا تاريخ بيناتنا، تبيع لي سلاح كذا، ولكن انا ما تجيش تقولي نحامي. حنا واحد ما يحامي علينا، حنا خرجنا استعمار 132 سنه وحدنا، عاونونا بالمال وبالسلاح كذا، بصح الدم حنا حطيناه، واليوم سلاحنا عندنا ومالنا عندنا. وكونترير هاد الحروب اللي راهي صايره كامل، هادوك تهضر عليهم تاع فرنسا واوروبا ما نعرف وشنو، هادو راهم يقتلوا سيدي كريمينال، راهم عايشين بالدم. تقبل انت بلدك تكون هكذا، تشارك مع الدم هذا؟ لا لا، لازمك تكون عندك حكمه كبيره كبيره باش تنجح، باش تعرف تسير هكذا. ماهيش سهله. تجي نتايا عايش في لندن وتعطينا لي زيكزومبل تاع فرنسا، انت زعما مسلم، انت مسلم راك صايد صوم نو، كيفاش تمد لنا انت ليكزومبل تاع برومي مينيست تاع فرنسا اللي هو خونتا الوان؟ تقبل انت يكون عندك الوان كبرمي مينيست؟ تعطينا ليكزومبل به نتايا؟ شوف نوريك تبع مليح. شوف اي 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 خدها من عندي كلوسون هادية، كدرس نعطيك، باش ندوس معاك لك درس، درس سياسي، باش تعرف شنو هي السياسة والدبلوماسية. شوف مليح نوريلك. Alors. Gabriel Attal, son homosexualité révélée malgré lui. Cet épisode traumatisant. Hada, junta. Hagdaya. M'amène aïch, khouya. M'amène ken aïch. Hagda. Chouf, wach yikoul lak hinaya. Gabriel Attal séparé de Stéphane Séjourné. Oh, ce jour où ils ont eu un crush immédiat.
يحكوا على البرمي مينيس اللي قد تبدنا به ليكزومبل اللي هذا قدوه علينا. قدوه. اسمع مليح اسمع. شي جودي اون جانفي ستيفان سي جورني ا ايتي نومي مينيس دو لوروب، وهذا طلع برمي مينيس ودا صاحبو مينيس دو لوروب مينيس افير اترونجير. تبع مليح افير اترونجير دون لو نوفو غوفرنمون دو غابرييل اتال سيباري دوبوي 2 ans. Second. Les deux hommes ont eu un véritable coup de foudre, comme le révélait Le Monde en octobre. Coup de foudre, chef ou quelqu'un d'autre. Ah, ya habibi, ah, le Wirshan, ya. Eh, ya le Wirshan, eh. Chefti, ya le Wirshan. Je te vois raconter un mot. T'as-t-il un exemple, le chef de Jazair, il est musulman. T'as-t-il un exemple? خونتا نعم لي فرنسي ما يقبلوه وش بيه ام لي فرنسي ما يعيطوا هذا تحطيم العائله وش بيه تحطيم العائله وش بيك الناس قالك حنا عندنا دراري خو كيفاش يجي برمي مينيست يكون فيه شي هذا كيتبر راسه شوف قالك بصح يعلنها هكذا قدام الناس بلي انا هوموسيكسيال وعندي صاحبي دوتو مينيز افير ترونجار هادو يقيدوا العالم هادو تمد بهم ليكزومبل ما تحشمش يا كومام خو هم يقتلوا يقتلوا فلسطينيين تمد بهم ليكزومبل كيفاش تحب انت شباب يا شباب كيما انت كيفاش تحب ندير فيه كونفيونس ماشي مطالع ماشي مثقف ما عندكش المعلومه تهدر برك غير باش تسقط الدوله وتبون هذا ما كان هذا هو البيت ديالك الامارات وكاع الدول الدول اللي راهم ماشي متفاهمين معنا راهم في حروب حروب وحروب وحروب شوف بعينك على سروش نجحوا في الاكرام مازال ما نجحوش ماشيين مع تايوان شبيك حنا رانا امان انا اللي يهمني الامان تاع بلادي وشعبي خويا الباقي دبر راسو ما يقطع معايا العلاقات يقطع على روحو انا المهم شعبي راهو عايش ويفواياجي ويروح يفواياجي والناس تروح تشوف بلادها ويشوفوا والديهم وعايشين بارتو في الاوروب في الامريكان في كذا يدخل البلاد على بالو بلي في امان ويجوا كاع فرحانين يقول لك يا ودي والله جوزنا يا ماتوما يا صح كاين الغلا كاين لا موفاز اورغانيزاسيون كذا سي فري بصح يقول لك والله الحمد لله شعوب كاع شعوب كاع كاع الشعوب كامل تاع تاع الشرق الاوسط كامل كامل راحوا مساكن راحوا لهم بيدانهم راحوا مجتمعهم بالناس هذول لكن انت تقولنا نتبعهم الدبلوماسيه الجزائريه نجحه خويا العزيز علاش نجحه لان البلاد راهي في امن وهذا هو المهم ولا حبيت واش نكونوا عندنا علاقه مع من ايه احنا اللي حبي يكون ماشي مليح معنا ماشي مليح معنا كي تقول لي انت البريكس واش بالبريكس او بريزيدونت على الارجنتين يبكي قدام الحيط تاع القدس هذاك تاعهم الحيط ديال لامونطاسيون يبكي يبكي ويعنقوا فيه اليهود وخرج من البريكس الهند الهند راهم يبعثوا لي سولدات تاعهم يقتلوا الفلسطينيين اسكو على بالك بها هذه ولا ما على بالكش بها باش نقعد مع غدوه في طابله نو البريكس حنا ما حبيناش ندخلوا البريكس وكان حبينا ندخلوا البريكس كان يروح كاش قامه من الدوله او الوزير الاول ولا وزير الشؤون الخارجيه ولا الرئيس بعثنا واحد نيمبورت كي بعثنا واحد يعني ماشي نيمبورت كي ولكن واحد يعني اللي ماشي تاع داك الشيء هذاك عساكم من تكرهونا شيئا ويكونوا خيرا لكم مزيه ما دخلناش معاهم واش عم بالكم بريكس خلاص واش دخلوا معاهم البريكس صومالي ليجيبت هذوك البلدان دخلوهم في البريكس يرفدوا ايكونومي ليكونومي تاعهم طايحه كاع هذو جيبها بارابور لينا هما راهم يديروا في الحروب إيه حنا نبروفيتي ودخل دراهم بترول لا ويزيد حنا ندخلوا دراهم نعمروا لي كاس هاي دبلوماسيه حموا على فلسطين واقفين معاهم الباقي الحروب لك وديرهم مع الروس باش لقتوا الغاز ولقتوا كذا ولقتوا حنا طيح لنا فايده مليحه يا بات بروبليم حنا نعمروا لي كاس ايه سي صح هذه هي تدير الحرب بلادكم جايين حرب بلادهم لي غروند بويسونس لا شين لا روسي امريكان لوروب لي غروند بويسونس راهم في حرب بيناتهم ما لحقوش بالدبلوماسيه تاعهم الدبلوماسيه اللي تهضر عليها انتايا وحنا الدبلوماسيه تاعنا غير صغيره غير تما تك 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 عايشين في امان خو هذا هو المهم المهم شعبك وبلادك تكون في امان وكما داش عندنا الامن وعندنا الجيش تاع الصح والله العظيم ما رانا هكذا سيك ما كات تزغد يزغدوا معك تزغد يزغدوا معك وخلي العديان اللي راهم في طرونجي كيما انتم تضلوا تسبوا في بلادكم في عطون كوراجي وبلادكم انتم تسبوا في بلادكم وتسبوا في الدوله تاعكم وتسبوا في الرئيس تاعكم
زعما مارقين فايق نتايا. هاني وريت لك بلي ما تعرفش السياسه اصلا، ما تعرفش شنو هي الدبلوماسيه، واش هو واش تجيب لك الدبلوماسيه هذه؟ واش تجيب لك حبيت نحروا فلسطين وحدنا بالدبلوماسيه، حبيت نحروا ليبيا وحدنا والمالي، حسب احنا ريكليو كلش يا اخي في العالم بالدبلوماسيه، واش راك حاب؟ جو كومبرون با انا واش راكو حابين. انا نشوف باللي الامان في بلادي، الشعب راهو عايش في امان والحمد لله، عندنا خاوتنا في فلسطين على جال الخونه ما قدرناش نافونسيو في هذا الملف مع مرا خونه اللي هما العرب، هما الخونه الخارج هذو تهضر عليهم انت وتقول علاش وعلاش واش صارنا مع الامارات، ومن بعد نجيك في لي بروشان فيديو نفهمك واش هما الامارات، نفهمك مليح واش هما الامارات وعلاش تكسرت العلاقه مع الامارات. وتقول جات السعوديه الجزائر في الجامعه العربيه وما تفهم فاش ما تفهمناش، رجعنا سوريا للجامعه العربيه وما يقول لك بدات في الجزائر، سوريا رجعناها للجامعه العربيه، حنا اللي رجعنا سوريا للجامعه العربيه، وحنا بروبوزينا باش يديروا اونيون بين الفصائل الفلسطينيه مع واسمو مع الاو ال بي، اليوم الروس هو راه يدوموندي فيها، الروس قالوا ما نقدرش نعاونكم الا لكان طميتو كامل، بصح هاد لا سوليسيون حنا درناها ماشي الروس، وحنا جمعناهم في الجزائر ورايحين لا سوليسيون هادي، خاطر حنا على بالنا بلي الطوك ما يجتمعوش واحد ما يقدر يعاونهم، دارو 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 عاودوا ولاو لا سوليسيون تاعنا مع الروس. دوك تقول الدبلوماسيه تاعنا ما تعرفش دبلوماسيه انت، سمح لي ما تعرف لا دبلوماسيه ولا سياسه. هل الجزائر عندها الدين مع لا بوك مونديال ولا الفرومونيتير انترناسيونال؟ ما عندناش الدين حنايا، حنا بلاد ما عندناش دين سوفران، وعندنا الدراهم يدخلوا دراهم في ليكاس، ما عندناش دين. وتعرف شكون اللي حكم الدين هذا في العالم؟ هذو لم يقتلوا في الفلسطينيين، شوف شوف نوري لك انت لك عايش في لندن هكذا، انت لك عايش في لندن نوري لك كيفاش لا بوك مونديال والفرون مونيتير انترناسيونال شكون راهو حاكم وكيفاش يونديتيو لي بي هكذايا. ها مع ديانك تاع الصح ماشي رايس تبون، وكان جيت تعرف السياسه تاع الصح تحوس على العدو تاعك الحقيقي، العدو العالمي اللي يحب يستعمر العالم، ياو يقتل الفلسطينيين اليوم. تبعني مليح شوف شنو راح نوري لك، راح نقريك خويا مانيش ندوس معك، راح نقريك نعطيك درس قدام كاع الجزائريين. يقول لك الامام علي عليه السلام شو واش يقول لك، دقيقة برك، يقول لك في الفتنة كن كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. واش معناتها؟ فتنة كيما هذه عالمية كن كابن اللبون، ابن اللبون هو الناقة كي تكون صغيرة كي تقفل عامين، بنت البعيرة كي تقفل عامين يعيطوا لها لبون. يقول لك في الفتنة كن كابن اللبون، في الابن اللبون لا ظهر فيركب، ماشي ظهر يركبوا فيك باسكو صغير، وما يحلبوكش باسكو مازالك صغير، هكذا قعد نتايا. هذه حكمة، حنا رانا كابن اللبون، لا ظهر يركبونا لي زالي تاعنا يديروا بينا واش نحبوا، ولا لي زالمي تاعنا يحلبونا. خدها مليح هذه، انا نوريك شويه باش تعلم، شوف مليح نوريلك باش تفهم بيان كوم يلفو. نوريك وشنو هو لا فامي وشنو هو الفرومونيتير انترناسيونال واسمو لا بونك مونديال ولي بونك في العالم. Il est à la hausse et à la baisse à tout moment, dans des proportions incroyables. La Federal Reserve Bank et l'Internal Revenue Service, IRS. Le fait que la US Federal Reserve Bank soit dans des mains privées est pratiquement inconnu du grand public. De même, le grand public ignore que la Fed se trouve sur un terrain qui lui appartient et qu'elle est protégée par les lois américaines.
Cette société privée imprime l'argent pour le gouvernement américain, qui lui verse des intérêts pour cette faveur. La Fed est à son tour contrôlée par les dynasties Rothschild, Rockefeller et Morgan. L'ensemble des États-Unis est donc endetté envers la Fed. En outre, la plupart des personnes vivant aux États-Unis n'ont aucune idée que l'Internal Revenue Service, IRS, est une autorité étrangère. Plus précisément, l'IRS est une société étrangère privée du Fonds monétaire international, FMI, et elle est l'armée privée de la Federal Reserve Bank, Fed. Son objectif principal est de garantir que les Américains payent leurs impôts et soient tous de bons petits esclaves. En 1835, le président américain Andrew Jackson a déclaré son mépris pour les banquiers internationaux. Vous êtes une fosse pleine de serpents et de voleurs. J'ai décidé de vous exterminer. Par Dieu Tout-Puissant, je vais vous exterminer. Si seulement les gens comprenaient l'injustice abominable de notre système monétaire et bancaire, nous aurions une révolution avant demain matin. Il s'en est suivi une tentative ratée d'attentat contre le président Jackson. Jackson avait dit à son vice-président, Martin Van Buren, « La banque, Monsieur Van Buren, essaie de me tuer. » Ce sera le prélude d'une série d'intrigues qui marqueront la Maison-Blanche pendant encore des décennies. Les présidents américains Lincoln et John F. Kennedy ont tous deux été assassinés dans leur tentative de libérer le pays des banksters, des méga-banques du monde. Il y a deux méga-banques qui offrent des prêts à tous les pays du monde, la Banque mondiale et le FMI. La première est détenue conjointement par les plus grandes familles de banquiers du monde, les Rothschild en tête, tandis que la seconde est entièrement détenue par les Rothschild. Ces deux méga-banques offrent des prêts aux pays en voie de développement et utilisent leur taux d'intérêt presque impossible à rembourser pour s'emparer de la prospérité réelle, les terres et les métaux précieux. Mais ce n'est pas tout. Une partie importante de leur plan est aussi d'exploiter les ressources naturelles d'un pays, comme le pétrole ou le gaz, avec l'aide des sociétés qui leur appartiennent en secret, de les raffiner et de les revendre au même pays, en générant d'énormes profits. Mais pour que ces entreprises puissent fonctionner de manière optimale, elles ont besoin d'une infrastructure solide, qui manque généralement dans les pays dits en développement. Ainsi, les banksters qui offrent eux-mêmes des prêts presque impossibles à rembourser s'assurent à l'avance que la majeure partie de l'argent soit investi, vous l'avez deviné, dans des infrastructures. حنا اليوم الحمد لله les infrastructures جاب درامنا. كاين اللي يقول كيفاش يدير طريق الموريتانيا هذيك نسحقوها على 40 50 سنه. شوف بعيد. ناس جهاله واش دير بطريق تاع الموريتانيا تمسخر بيا انا. نفاس تي تندروها بدراهمنا حنا هاوليك باش رانا ناجحين حنايا فهمت تبع مليح. Ces négociations sont menées par des tueurs économiques qui réussissent en payant à ceux qui peuvent vendre leurs terres une jolie rétribution, c'est-à-dire un pot de vin, ou sinon en les menaçant de mort. Pour plus d'informations à ce sujet, on peut lire le livre « Benkenntnisse eines Ökonomiehitmann » en français « Les aveux d'un tueur économique ». نعطيلك برك نبره صغيره برك نحط لكم بعد اليوم تحت تروحوا تشوفوا لا فيديو دونك كي تهضر نتاع الاقتصاد وعلى كذا وحنا الاقتصاد ما الاقتصاد شوف الاقتصاد العالمي كيفاش داير عمرك رواح ودير اقتصاد عمرك يخليوك دير الاقتصاد لا لا بصح نتوما حابين تطيحوا الدوله تاعكم حابين تدخلوا في فوضى ها واش راكم حابين نتوما هاي علاش حنا نضدكم ماشي باسكو زكي فلان ولا فلتان ولا علان لا باسكو نتوما ماشي قادرين هاني وريتها لك ما عندكش فيزيون ما عندكش المعلومه ما على بالكش راه صاري بلي كان استعمار عالمي راه قايم راه يقتل في الشعوب من العراق ورواح شحال من سنه
شحال من قرون، شحال تعذبنا ما احنا 132 سنة ما فطنتوش، ما حليتوش عينيكم، مازال ما حليتوش عينيكم، حابين طيحوا الدولة تبون ماشي مليح كاع شيوخة ما كان بايدن واش يكون. تتنامي تاع خونتا يا صاحبي، الجزائر ما عندناش دين خو، وهذه سي تري امبورطون، ورانا في امان، هذا هو الصح، هذا هو الصح. صغر من اصحابي كي يجوا حابطين رمضان وكذا يقول لكم ندوزوا رمضان في البلاد، ومنا يحبطوا يدوزوا رمضان مع والديهم يعاونوهم، يحبطوا معاهم الدولار يبدلوا يبروفيتوا مع والديهم مع كذا الامان السهرات. ايه هذه هي بلادنا خو، واش حبيت تكون انت امريكان؟ ما نكونوش امريكان حنايا، امريكان قتالين، شوف شنو يديروا، تحبنا ندخلوا في هذه المعمعه هذه وزعما دبلوماسيه؟ واش الدبلوماسيه الجزائريه واش راح دير؟ الدبلوماسيه سي بور نوتر انتيري، حنا والشعب ديالنا ابي باش نقدروا نبنيو. هاي لك انتوما الشباب تاع دوك المعارضين كيما انت يا حوس صغر غير تكريتيكو تبونو. خلينا خلينا افطنوا شويه نوضوا شويه حلوا عينيكم، سي با كوم سا كون نبنيو بلاد، ولا نبدلوا، ولا نبدلوا سياسه، ولا نبدلوا المنظومه السياسيه، ماشي هكذا. عمسيوها قبلكم الفيس بالسلاح، ربدوا سلاح 10 سنين حرب وما نجحوش. عمسيوها في سوريا ريبوا بلادهم، عم داروا في ليبيا ريبوا بلادهم، عم داروها في العراق ريبوا بلادهم، عم داروها بارتو وين داروها ريبوا بلادهم. واش راك تهضر انت؟ واش راكم تهضروا؟ عم السودان عم تقسموا لهم البلاد مع اللود وكاش تقسموا بيناتهم؟ واش راك تحكي؟ واش راك تحكي؟ او ما ناش نشوفوا عمين ولا حمدوا لله خو، حمدوا لله رب العالمين. والدولات الدولات تقول لك الشعب تاعنا رمضان وجاي لازم نطيحوا لي بري، لازم نجيبوا، لازم نونديو المارشي، لازم كذا لازم كذا، هي مي يخدموا اللي يقدروا عليه. غلطات كاين، غلطات بارتو في كاع العالم كاين غلطات، بصح انت باش تجي تقول هذا ماشي مليح وعندنا قياده عيانه ودبلوماسيه وعندنا مع العدو مع العالم، واش من العالم هذا؟ عالم كاع راهو يقتل في بعضه البعض، عالم كاع متقاتل بيناتو، واش بيه يدبر راسو؟ واش من علاقه عندي معك انايا؟ انت راه في الحروب وتقتل في الناس، واش من علاقه ندير معك انت؟ او لازم انت تستعرف بيا، حنا نعرفوا روحنا واش نسواو، حنا الجزائر يعيطونا، فهمت؟ شعبنا واعي، برك ما تحرضوا في الشباب في باطل. انت راك عايش في لندن، على بالك وين راك عايش ولا ما على بالكش وين راك عايش؟ دوك نوري لك، شوفوا هذا الدوكيمونتير نحطوا لكم تحت تشوفوه كومبليس، نوري لكم غير نبدا صغيره برك هكذا مع الدوكيمونتير باش تفهموا راك عايش وشنو هو لونجمون ديال وشكون هما العديان تاعنا الحقيقيين، فهمت؟ لو كان ما نتلاحموش بيناتنا حنايا ياكلونا ياكلونا ياكلونا. الو فو ميو تكون هادي وتعرف وكالم ودمك بارد، تعرف كيفاش تمشي وتنافيكي في هاد الهول هذا البحر مهول، كيما يقول لك الحاج محمد العنقاي اذا كان البحر مهول خيمه الاعضاء، دير لا بلونش باش يرفدك الماء، سينو كي تعوم مع تغرق. حنا هكذا كنا دايرين لا بوي وانا نافيكيو، بصح كاع بلون لوبجيكتيف بلادي في امان. قول عليا انت واش تحب، عندي دبلوماسيه ولا ما عنديش دبلوماسيه؟ تعرف تقرا الدبلوماسيه؟ سبحان الله، عندك لي زومباسادور تاعنا راه مرقدين في العالم، ما عندنا لعيب مع حتى بلاد، واش من بلادنا مع لعيب؟ حنا نديرو راسو معاهم كامل، امريكان فرنسا لوروب كدا، بلا ما نكونوا معاهم يعني داخلين الروس، بلا ما ندخلوا معاهم في الخربه العرب، هي با بروبليم، ما عندناش مشكل حنايا، ما عندنا حتى مشكل حنايا، هما اللي عندهم مشاكل، هما اللي راهم في الحروب، حنا ما عندناش في الحروب، سبحان الله. ولا اللي يدير الحرب مليح واللي ما يديرش الحرب ماشي مليح، نيشتا انت هادي؟ ودارين قناه يا صاحبي تحير، زعما تنوروا الغاشي، شو كيفاش ننورك؟ شوف شوف هاد الدوكيمونتير هذايا، شوف باش تفهم مليح 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 وراك الدور. يبقى برك اللي سوتي تريا ولايا باش تفهموا مليح.
than 150,000 Palestinian civilians have been killed or injured in Gaza and the West Bank since 2008. 33,000 of those were children. But what is truly behind the invasion of the land of Palestine and the stealing of the land of millions of people and murdering and torturing them? What is the deeper agenda behind all of this? We find the answer when we look at the entities who are behind the establishing of the State of Israel. It is the family of the Rothschilds. On their own official website, they brag how they are the ones who financed the rebuilding of Israel. They are the ones who made Israel possible. So who are the Rothschilds? And why did they spend billions of dollars to invest in the building of a new political and military state of Israel? The Rothschilds are amongst the most wealthy people in the world. Their fortune is estimated to be several trillions of dollars. That is several thousands of billions of dollars. That makes them basically the most powerful people in the whole financial and banking system of this world. They operate, for example, from within the city of London, not to be confused with London City. London City is the city that we all know. It is London, where people live and where tourists visit. The city of London, however, is a small area of 1 square mile within the heart of London City. The city of London is the financial center of the entire world. And there is something highly significant about the city of London. This small area of 1 square mile is a sovereign state. It is not subject to the laws of England, nor the United Kingdom, nor the royal family. قانون تاع الانجليز وراك عايش انت ما يطبقش عليهم. راك تشوف. يعني بدقيقة. هذا ما يطبقش عليهم. On the contrary, the city of London actually rules supreme over them. The city of London is the continuation of what we all know as the British Empire. The British Empire attempted to gain world domination. They still essentially own a vast portion of the world, like Australia, Canada, New Zealand, several African nations, and many more. The city of London is the headquarters of all the big banks in this world, as well as the headquarters of Freemasonry. The crest or the coat of arms of the city of London shows two dragons and then the helmet of a knight with a wing of a dragon. The Latin creed translated into English means Lord guide us. So they show dragons and they say Lord guide us. The dragon in mythology, but also in spirituality, for example, in the Holy Scriptures, represents the personification of evil that wants to deceive and rule over all of humanity. The ancient dragon is the symbol of Satan or the devil. It is significant that the city of London is surrounded by 14 statues of a dragon. So the dragon is the number one symbol within the city of London. This brings us to another element of the Rothschilds. They are known for their involvement in a religion called Luciferianism or Satanism. Baroness Philippine Rothschild often wore jewelry that depicts the symbol of Satanism, a horned goat. She even had jewels that simply showed the head of Satan. On this picture, we can see Baron Jacob Rothschild posing in front of a famous painting called Satan Calls His Armies Forth from Hell. He poses alongside one of their favorite artists, Marina Abramovich. This lady organizes very strange parties for the elite. Here you see some images of these parties that are called spirit cooking. They basically celebrate the practice of human sacrifice and cannibalism.
In the next video, you can see a spirit cooking dinner organized by Marina Abramovich, one of the favorite artists of the Rothschilds, who founded the State of Israel. I need to warn you, what you're about to see is extremely graphic and complicit and deeply disturbing. ما نوريش هذا الباساج باسكو هي مراه قاطو هكذا مراه ومن بعد يقسموها كاع وياكلوها كاع شكون ياكلو في كوريما يا الخاوه هادو اللي حاكمين العالم يا السي فلان ما نعرفش اسمك عندك في لندن تاك عايش في لندن وتجي تحوس نتاع الدوله الجزائريه والدبلوماسيه شوف نوريك شوف On December 2, 1972, Marine Hélène de Rothschild organized a surrealist ball at the Château de Ferrières in France, one of their castles. These are some images from their party. It again celebrates human sacrifice, which is at the heart of Satanism. Here you can see more art from Abramovich, a good friend of the Rothschilds. She celebrates all the symbolism of Satanism, the snake, the devil's horns, even child abuse. In 2017, the Rothschilds chose an artist from among thousands of artists in our world to decorate their sailing boat during the Lascaux project. From all the existing artists in our world, they handpicked one particular man, Cleo Petersen. Here you can see some of his art. It always shows dark entities that are torturing white figures. Always darkness torturing the light, evil ruling over good. He shows scenes of violent rape, violent murder, violent enslavery, and violent suppression. It is highly significant that the Rothschilds picked this artist to decorate their sailing boat. At the beginning of this video, I warned you that this would be extremely disturbing information. And I'm sure that most people are not aware that Israel was founded by blatant Satanists. So, but this brings us back to the original question. Why did they invade Palestine? Why did they erect the State of Israel? Everyone who is informed knows that there has always been an agenda for world domination all throughout world history. This is not a conspiracy theory. This is one of the most basic realities of human history. There has been one world empire after the other. And for some weird reason, there are many people in our time who dismiss the reality of an agenda for world domination, which is dazzling. It's almost insane to think that there would no longer be an agenda for world domination in our time, because this has always been the red line all throughout human history. The only question is, who are the people today that aim for world domination? Well, there is, for example, the World Economic Forum, who make it very clear on their own website that they are striving for global governance. They want to control the whole world. They also strive for internet governance and corporate governance. They want to establish governance over every aspect of human society. So here you have it. It is out in the open. Well, the Rothschilds are among the families who are behind the World Economic Forum, which is basically a public entity that is backed up by the City of London and by these high-level financial elites. Now, in the past decades, there have been extremely disturbing revelations about what's going on within these financial elites. The main theme that has been exposed by innumerable insiders, and I mean surviving victims or eyewitnesses or former employees and even former directors of the FBI and the CIA and former police officers and detectives and commanders from the military and former agents and officers from intelligence services.
All of these people have been revealing one same horrific reality. They have been exposing to our world how there is an organized system of child abuse and child trafficking and even child torture and child ritual sacrifice that is happening within these financial elites. There is, for example, the whistleblower Ronald Bernard. He was operating at the highest level within these financial circles, and he was moving trillions of dollars. He exposed how at the very highest level of these financial elites, there is indeed this religion called Luciferianism. And he joined into their satanic masses for a while because there was a lot of fun, sex, drugs, and rock and roll, you could say. But then he was invited to partake into the ritual of child sacrifice. And he was promised that if he would join into that, he would receive unimaginable financial opportunities. He would become wealthier than his wildest dreams. Here is a short clip from the testimony of Ronald Bernard. But then at some point, I was invited, which is why I'm telling you all this, to participate in sacrifices abroad. That was the breaking point. Children. You were asked to do that? Yes. And I couldn't do that. Would you like to stop for a moment, by the way? No. And then I started to slowly break down. I lived through quite a lot as a child myself, and this really touched me deeply. Everything changed. But that is the world I found myself in. What Ronald Bernard has revealed to our world is confirmed by an incredible large number of other... Bon, نحبسو هنايا. شفت يا الشباب يا الشبيبة لاك حاب انت تحكم البلاد. وهادو دي فيو ما يعرفوش وفات عليهم الزمن. انت اللي فات عليك الزمن اللي مالبك الزمن اللي راك عايش فيه. ها هو المشكل اللي رانا فيه. ها هو العالم الساطن الشيطان بليس. بليس راهو يخدم. هذا لو ميم بليس اللي راهو يجي لك ويقول لك في ودنك هاو الدولة تاعك عيانة محبون انت الدبلوماسية عيانة. كل الشعب الدبلوماسية ما كاش منها. لازم نطيحوا هاد الدولة وتبون ماشي مليح وكاع شيوخا ما يعرفوا والو. عم طيحوا طيحوا الدولة هادية ديروا شباب وكدا بعجوا خبي يبلعوك باسكو علاش مراكش واجد ما على باكش بالشهادة كامل وعندك انترنت تتيليزي انترنت باش دير دي فيديو باش تحرض الشعب على الدولة بلي الدولة راك داو الدبلوماسية ما كاش العالم كاع راه كونطرا علينا هذا عالم كونطرا علينا هذا عالم هذا هو العالم ما كتعطينا ليكزومبل ولا كعايش عنده انت ما على باكش كاع واش كاين في سيتي اوف لندن ولي دراغون كدا ما على باكش كاع بالشهادة فيعود تتيليزي انترنت تتيليزي الواب باش تقف روحك باش تنور الغاشي باش تجيب ديزانفورماسيون تعطيهم للناس انت لا لا تتيليزي انترنت باش تكذب على الناس وتقول لهم بلي راح شنقري حي السنة باش دير وسطة مع الامارات يا اخي حالة يا هذا هو انترنت ها فاش قعدت ها المشكل ها المشكل تاعك ورا ولا الناس كيما نتايا يعطوكم سلاح باش تضربوا بلادكم في عود باش تنوروا الناس كيما راني ندير دوكا نوري لك انا بلي بروف شوف الناس هضر ماشي جزائريين ماشي مسلمين ماشي من عندهم بالذات باش تشوف الشعوب تاعهم كيفاش راهم عايشين اسكلاف عيب عليكم عيب عليكم كيما فهمتوش قراتكم البلاد وقريتو باطل في الجامعات اللي فرنسا خلاتنا 90% ما نعرفوش نكتبوا ولا نقراو والدينا اليوم نتوما قريتو ولت عندكم بلاد مستقلة وعندك باسبور تفواياجي به لونجلتير عند ساطان عند بليس وتضرب في بلادك لقراتك هاو المشكل وين راه
فهمت؟ وزعما انت مسلم من المسلمين، كنتوا في الحماس بكري قالوا لي كنتوا في الحمص، عطاولي عليكم اخبارات هكذايا، تعطينا المثال باردوغان. الاسلام شوف هذا الساطانيزم وين الحق، شوف نوري لك، شوف وين الحق هذا الساطانيزم يا سي محمد. اهلا وسهلا بكم في موسم الرياض. شوف نزيد نوري لك باش يكون في علمك. الحمد لله رسول الله رافدو بليزيا عندكم في الأرض المحمدية، أرض المسلمين، القبلة تاعنا، دخلوا لكم حتى لتما، اللي كنت أوري لكم في الساطانيك دخلوا لكم حتى لتما. شوف في بداية النسخة الرابعة من موسم الرياض، أتقدم بخالص الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي رئيس مجلس الوزراء قائدنا الملهم وعراب الرؤية على دعمهم اللامحدود. شتوين دخلكم روتشيلد والدراغون وتجو تهضروا على الجزائر وتقولوا ما عندناش دبلوماسية؟ مي مهبول نتايا، تحب الشباب، الشباب زعما يرومبلاسي لي فيو، هي با بروبليم هذا بينا كاع، بصح شباب كيما انت ما شكيتش. البروشين فيديو نعطيك بزاف معلومات، باش تحب دير السياسة راك تكون تقف نفسك، فهمت؟ تقرا وتتبع وتعرف، فهمت؟ وتخمم قبل ما تهضر. شي تجي ترش برك هكذاك على الشباب ديالنا تخدع فيه بلا ما على بالك، انت مخدوع ديجا، راك في بلاد دراغون، الشيطان بليس قال ربي ساحتني كناهم جميعا، راهو يلعب ويمرح ويسرح بلي كاستانيات يا انتم تسفكوا عليه. او شوفوا في الاوروب ما عندهم شباب وعندهم حكام شباب، وامارات حكام شباب، والسعوديه عندهم حكام شباب، عايز تكون شباب برك هذا ما كان، ما ديروا واش حبيتوا من بعد. ما لكم كيف تحكمون يا تحير يا الزح انكرويام، سي با كوم سا كو فوزالي كونستروي ان بي ني شانجي لا بوليتيك دو بي. شي هكذايا، شي هكذا كيما الناس اللي في الجزائر يمشوا مع دغوا دو لوم ولي زورغانيزاسيون دي دغوا دو لوم ولي زو ان جي كاع تاعهم كاع كامل ساطون، راكو كاع تشطحوا مع ساطون مع بليس وما على بالكمش. سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وانتوك أخوتي هذه باش نجاوبوا الناس هادو اللي يقولك الدبلوماسية تاعنا احنا البلاد راهي في أمان، وداك هو الصح. لكن عيط لي ما واش راكم صافا؟ الحمد لله، لا الحمد لله أنا عايش صافا تخي بيان صافا، كاين دي وي دي با وي فاميليا، واش كنت تفطروا أنا نفطروا كاع كيف كيف بيان، نقول السوريين ولا العراقيين ولا واش صرا فيهم حدينا اليوم، فهمت؟ حمد ربي، حمد ربي، يقول الحمد لله اللي ما راناش كيما كاع البلدان، ما راناش كيما كاع البلدان، ما راناش في حروب، فهمت؟
والجيش تاعنا الجيش تاعنا نحرجوا على ولادنا حنا ما نبعثوهمش يموتوا في البلدان فهمتوا نجيبوهم في صنادق الحمد لله بصح اللي دنا الجزائر داخل شعل فيه النار وادي على بالك وعلى بالنا بها كامل فهمت الله في روحكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.